إذا نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب معنا في هذه الأثناء، أهلا وسهلا بك. ولعلك تتابعي تأكيدات العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن التضخم لا يزال مرتفع وللغاية، والاحتياطي الفيدرالي قد لا يزال أيضا هو في حاجة لأن يكون حازم في تشديد السياسة النقدية. كيف تستوعب الأسواق هذه التصريحات المتفائلة؟ بالأمس داو جونز قد تراجع بحوالي 500 نقطة، وتأثر بما قاله بولارد بأن الأسواق لا أو تستهين ما سيحدث في الاجتماع التالي، وربما سيكون هناك استمرار في التجديد. وأيضا هذا ما أثر على الأسهم هبوطا أمس، ولم يكن هناك جلسة جيدة في السوق الأمريكية. ولكن بالنظر من الناحية الإحصائية نرى أن أرقام تضخم من 9.1% بعد 75 نقطة أساس ورفعها بأربع مرات تراجعت إلى مستويات 7.7%. إذا نحن نتوقع أنه بحلول نهاية العام أن بزيادة معدلات الفائدة 3% بحلول نهاية العام أو بداية العام القادم كان نشهد أن التضخم أو أن رفع معدلات الفائدة سوف تكون حول 6%، وبعد ذلك سوف نرى أن معدلات التضخم قد تتراجع إلى 5%. ولكن في الاجتماع التالي حتى وإن تم رفع معدلات الفائدة ب 50 نقطة أساس سوف نرى أن معدلات التضخم فوق مستويات 7%. إذن الأسواق تتوقع أن معدلات التضخم لن تتراجع بالحد الأدنى، ولذلك سنستمر في أن نرى استمرار التجديد في السياسة النقدية حتى نرى المستهدفات بحلول نهاية العام القادم أو عام 2024. نعم نادية، شهدنا في جلسة التداولات يوم أمس الضغوط على أسعار النفط والتي هوت لأدنى مستوياتها منذ 10 أشهر تقريبا. برأيك في ظل أيضا الاضطرابات التي نشهدها في الصين بسبب سياسة كوفيد زيرو كوفيد، أيضا برأيك إلى أي مدى ستؤثر على تحركات أسعار النفط والأسواق تترقب أيضا اجتماع أوبيك بلس في ديسمبر المقبل؟ الأسواق تتوقع اجتماع أوبيك بلس، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض الإنتاج. تم تخفيض الإنتاج في المرة السابقة بمليوني برميل يوميا، ولقد شهدنا أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات $100 للبرميل. في الوقت الحالي برنت يقترب من مستويات 85 ودبليو تي آي $78، ونتوقع أن أوبيك بلس سوف تتدخل لرفع الأسعار. ولكن من الناحية الأخرى نرى أن الطلب قد تراجع، وذلك بسبب سياسة كوفيد صفر في الصين، وبالتالي الطلب من أكبر مستورد للنفط وهي الصين قد تراجع. وللتعامل مع هذا الأمر ومع تعامل مع طلب المتراجع في الأسواق، أوبيك بلس عليها أن تخفض الإنتاج، ولذلك شهدنا أن الأسعار قفزت 1% أمس وعادت إلى المستويات التي اعتدناها، ولم تصلوا إلى مستويات الهبوط في الأسبوع الماضي. نعم، الصين كما تتابع في الأخبار بدأت مرتبكة الأسبوع الماضي، واحتياجات نادرة شعبية هذه المرة على هذه الإغلاقات، والإغلاقات نفسها تحد من عملية عجلة الاقتصاد في الصين. لكن هناك تحفيزات من بكين، والأسهم الصينية ارتدت إيجابا بناء على هذه التحفيزات. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن التوقعات بالنسبة للصين؟ بعد أن قامت بكين بالتحفيز والتعامل مع النواة الاضطرابات في الصين، فإن الأسهم الصينية مثل شانغهاي كومبوزيت ومؤشر شانغهاي كومبوزيت قفز إلى 1%، وذلك إلى أعلى مستوياته في أسبوع، بينما هانغ سانغ في هونغ كونغ أيضا ارتفع ب 3.6%. بالأمس أو صباح اليوم كان هناك ارتفاع فيما يتعلق بالأسهم الأسيوية بعد التحفيز المالي في الصين، وهذا يعني إذا كانت الحكومة ستتدخل
الابتعاد عن سياسة كوفيد التي قامت بإجرائها وتنفيذها في الاقتصاد، فإننا ننتظر من قطاع التصنيع أيضا في الصين الذي يلعب دورا كبيرا في الاتجاه الصعودي في الصين. نادي إذا سوف نرى أن الصين ستخرج من هذا الأمر. نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.